ومشاهدينا عبر سكايب من بيروت ينضم معنا الصحفي الفلسطيني أحمد ليلى. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. ومع دخولنا في الساعات الأخيرة للهدنة ما بين إسرائيل وحماس، كيف تفسرون غياب أي بادرة دبلوماسية لتمديدها؟ نعم، بداية يعني هناك حراك دولي كبير لتمديد الهدنة. التصريحات من مختلف الدول، اليوم هناك ضغط أمريكي قطري وحتى إسبانيا تدخلت على الخط لتمديد التهدئة، وبطبيعة الحال أيضا الجانب المصري يشدد على ضرورة تمديد التهدئة. كان اللافت بالأمس أنه إن كان على تصريح نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو حتى حركة حماس التي أبدت استعدادها لتمديد وإطلاق سراح أسرى إسرائيليين آخرين، وقال نتنياهو أنه مستعد أيضا أن يمدد الهدنة، وهذا يدلل أن اليوم أن هناك مأزق إسرائيلي واضح في ما يحصل حاليا، هو محرج بعدما نجحت حماس بإخراج الأسرى من قطاع غزة بسلاسة وبدون أي تعقيدات، بل من وسط قطاع غزة وشمال قطاع غزة، وهذا كان أمر لافت. بطبيعة الحال اليوم الضغوط ستكون أكبر بكثير لتمديد التهدئة، وحسب ما يعني آخر الأنباء بأن هناك معوقات اليوم بالدفعة الأخيرة، هناك عدم رضا من قبل حماس عن الأسرى الذين تم الإفراج عنهم بسبب أنه إسرائيل لم تلتزم بالأقدمية حسب اللوائح التي قدمتها حماس، وبالتالي هناك معوقات اليوم، ربما قد يكون تأخير أو يؤجل بالكامل موضوع الدفعة الثالثة المتعلقة بالأسرى سواء الفلسطينيين أو لدى حماس في قطاع غزة. نعم، طيب سيد أحمد، يعني هل يعني في حال تم تأخير إرسال الدفعة الثالثة من الأسرى الذين سيتحرروا لنقول، هل من الممكن أن تمدد هذه الهدنة في حال تأخير تحريرهم؟ لن يجرؤ أحد اليوم على يعني إنهاء الهدنة إلا إذا كان نتنياهو يسعى لإفشالها، لأنه نتنياهو اليوم يتعامل مع المشكلة في قطاع غزة والحرب في قطاع غزة على أنها مشكلة شخصية، وهو مهدد داخليا، و تمديد الهدنة ليست لصالحه على الصعيد الشخصي، لأنه مهدد من خلال التظاهرات التي ستحصل في تل أبيب. الوضع الداخلي في إسرائيل ليس مستقرا، هناك الكثير من الانتقادات على وسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتالي تمديد الهدنة بالنسبة لنتنياهو سيفتح الباب للأحاديث الكثيرة في الداخل الإسرائيلي. هذا أولا. المسألة الثانية تتعلق أن اليوم لا أحد لديه مصلحة، لا الأوروبيين ولا الولايات المتحدة ولا أحد يرغب في استمرار هذه الحرب، لأنه عدد الضحايا لدى الفلسطينيين وألاف الشهداء من الأطفال والنساء أحرج المجتمع الدولي، أحرج الحكومات الغربية. الولايات المتحدة اليوم يتغير المزاج العام داخل الولايات المتحدة، وبالتالي حتى لو لم يطلق سراح أسرى اليوم، باعتقادي أنه سيكون هناك مفاوضات قاسية لتثبيت الهدنة اليوم وعدم الانجرار لخرق هذه الهدنة. بالتالي حتى لو تم تأجيل إطلاق الأسرى، من الممكن أن يتم تأجيلهم حتى صباح الغد، ولكن هذه الليلة لا أعتقد أن أحدا سيخرق هذه الهدنة، لأنها ستكون كارثة على الصعيد السياسي وحتى عسكريا على صعيد الاحتلال. نعم، لأن سيد أحمد يعني اليوم هناك مرونة فيما جاء على لسان بنيامين نتنياهو عندما اشترط أن تفرج حماس كما ذكرت عن 10 رهائن إضافية مقابل المضي بتمديد هذه الهدنة، فهل يعني برأيك هذا الشرط بأن لدى إسرائيل النية لتمديدها، لأنه يعني ممكن أن ترضخ لتمديد هذه الهدنة؟ بالتأكيد، لأنه اتصال بايدن بالأمس كان لحث نتنياهو على عدم الانجرار نحو وقف هذه الهدنة والذهاب نحو قتال جديد، كان هناك ضغط أمريكي كبير، والتصريحات القطرية أيضا كذلك الأمر، قالت أن هناك بوادر ونسعى لأن يكون هناك إطلاق مزيد من الأسرى. نتنياهو على لسانه قال أنه في حال تم إطلاق سراح أسرى جدد من قطاع غزة فإننا سنقبل بتمديد الهدنة ليوم أو يومين إضافيين، واليومين سيدفعهما أيضا أياما إضافية. من يقبل من أهالي الأسرى أن يستمر نتنياهو ويعرض حياة الأسرى أبنائهم وأهاليهم للخطر داخل القطاع، لأن جنون نتنياهو يريد أن يستمر بالحرب، وبالتالي قد يتعرض هؤلاء للقتل. وأكبر من ذلك،
عند إخراج حماس الأسرى الإسرائيليين من شمال القطاع، هذه رسالة للعدو أن بعض الأسرى ما يزالون في شمال القطاع، وبأنه أي اقتحام وأي توغل جديد داخل قطاع غزة سيعرض حياة هؤلاء الأسرى للخطر، وبالتالي من مصلحة الجميع أن تستمر الهدنة ويستمر إخراج الأسرى. نعم، طيب، على الأرض هناك صور شاهدناها ووردت في جميع وسائل التواصل من غزة أظهرت حجم الدمار الشامل والكامل في القطاع، سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب. يعني تقييمكم لما جرى خلال أيام الهدنة من مساعدات أدخلت إلى قطاع غزة، هل هي تتناسب مع حجم ما يحتاجه القطاع؟ وتقييمكم أيضا، هل هي متوافقة مع حجم الدمار الذي يشمل القطاع، أم أنه يحتاج المزيد من المساعدات؟ قولا واحدا، هذه المساعدات لا تكفي. في الأيام العادية كان يدخل بين 400 إلى 500 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة، اليوم يدخل 200 فقط. يعني كيف من الممكن أن تكفي هذه الشاحنات من مساعدات لأهل القطاع؟ وحتى اليوم لم تصل المساعدات الطبية إلى شمال القطاع للمستشفيات، وهذا على لسان طبعا المتحدثين والأطباء الفلسطينيين أنه لم يستطيعوا إدخال هذه المساعدات إلى شمال القطاع. هذه كارثة حقيقية. باعتقادي أن الوضع في غزة يحتاج من بين 300 إلى 400 بالحد الأدنى كي يستطيع الناس الوقوف على أرجلهم، وبالتالي هناك عائلات بحاجة إلى ألبسة، هناك أطعمة مفقودة في السوق، هناك غاز الطهي، السيارات الإسعاف بحاجة أيضا للوقود لكي تستطيع التحرك بين الشمال والجنوب وإخراج الجرحى، مولدات المستشفيات بحاجة للوقود، وبالتالي هناك كارثة تحل على أهالي قطاع غزة. إن لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل سريع لإدخال المساعدات ستكون الهدنة مهددة بأن تستمر، وبالتالي من الممكن أن نرى أن الصراع من الممكن أن يتجدد. وحماس كانت واضحة في هذا الأمر أن هناك شروط يجب أن يقبل بها الاحتلال لتثبيت الهدنة، وأن هذه الهدنة ليست أوسلو لكي يخترقها الاحتلال متى شاء وأينما شاء وبالتوقيت الذي يريد. حتى أن الجيش الإسرائيلي قال على لسان المتحدث باسمه أن لم نكن نتوقع أن يكون الطلب بأن نطبق هذا الاتفاق مع حماس حول الأسرى بشكل حرفي. هم متعودون أن يخرقوا كل الاتفاقيات، أن يخرقوا كل الحقوق الفلسطينية. جاء من يقول لهم لا، هناك حقوق إنسانية يجب أن تثبت، وهذه ستثبت بقوة السلاح وبدماء الشهداء. حتى اليوم أنا برأيي هذه المساعدات يجب أن تتصاعد، وهذين اليومين اليوم وغد سيكونان حاسمان فيما يتعلق بتثبيت الهدنة. نعم، الصحفي الفلسطيني عبر سكايب من بيروت أحمد ليلى، شكرا جزيلا لك.